بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ربنا هدنا وراجع بنا اللهم ابعد عنا الشقاق والنفاق سوء الاخلاق اللهم اجعلنا من اهلك ابد الابد يا رب العباد امين امين امين. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله ما زلنا بفضل الله تعالى نتمتع بالاطلاع على بعض اسرار حملتها الينا أي إلى الثقلين آيات بينات. وهنا نخصص اعتناءنا ببعض آيات من سورة الأسد لكوانتي فآية 28 ما زلنا بصدد البحث عن بعض نفحات منها. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. إذا احنا ما نفرض شيء على الناس. عنا ديننا واضح قرآن وسنة وسيرة عاكرة. ربي أكمل لنا ديننا من صورة الدين كاملة تماما. لم يقض القرآن لا بعد أن أتمم الرسالة. ولم يلتحق نبينا عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى إلا حين تم أداء الأمانة. إذا الآية دي تبين اللي أنت تحب تكون معايا زوجة ولا ابن ولا ابنة ولا جار ولا شريك ولا أي شيء، مش تكون معايا على ضوء الإسلام. فماش فيصل إسلام أهلا وسهلا، يدي مع يدك، قلبي مع قلبك، ونظرتي مع نظرتك، ولهجتي مع لهجتك، ونيتي مع نيتك، كل ما هو مش يصلح بينا وبين غيرنا نعمله معا، لأن لم نتنازع على دنيا، لأن لا نريد لا استكبار، ولا علوا، ولا سيادة، لا، سقام، أنا عبد مطيع لله. أسلمت أمري كله لله، لا النزاع، بس جيب لي بيت النبوة عليه الصلاة والسلام، تحب تمكث كزوجة من زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، تحب الدنيا، هذا ليس لي مقبول، ولهذا يرجع لك حريتك، وارتع كما تحب، أنتم توا التيارات الإسلامية نفس الشيء، تحبوا تنجحوا، خليوا النبي عليه الصلاة والسلام أسوة كاملة حسنة، وإلا ابعد عن طريق مال، خلي الدين هذاك تو يأتيه ناس آخرين يحترموه ويوصلوا به إلى بر الأمان ويوصلوا إلى الانتصارات التي لا حصر لها بفضل الله تعالى. لنا عودة إن شاء الله تعالى. السلام على المتابعة الأولى.